وفي خبرنا الأخير من بشائر السماء، ولليوم الرابع على التوالي تواصل سقوط أمطار موسم الصيف المعروفة محليا بالروايح، والتي تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، مصحوبة برياح هابطة إلى جانب البرق والرعد وحبات البرد. وتركزت الموجة الماطرة على امتداد شارع الوطن في جنوبي المنطقة الشرقية من الدولة، ولا سيما في وادي الجور وبراك ومحيطهما، وجرت على إثر هذه الأمطار بعض الشعاب والأودية، وانحدرت الشلالات بالمياه المتجمعة من السيول، كما أدت إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة، واستبشر الأهالي بالغيث العميم. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا وجنوبا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب. هذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة. مرحب الساعة، هلا والله، الله يحفظك.